هدف كبير حطه مستر عبقري بباله من بداية هاي السلسلة، السيطرة على الإكسيفيتر. خلال أحداث هي السلسلة واجهت مستر عبقري تحديات كبيرة وأحداث رهيبة ومغامرات صعبة جدا، ولكن الحمد لله بمساعدة عصابة السلام وتحت قيادة مستر عبقري استطعنا تخطي كل الصعوبات والمشاكل. مثل ما بنعرف لكل بداية نهاية، بهي الحلقة يا شباب رح ناخذ بالانتقام الأسطوري من جماعة علموا علينا ببداية هي السلسلة. عزيزي المشاهد، إذا ما لك شايف حلقات السلسلة هي من البداية بنصحك روح تشوفها كرمال تعرف تربط الأحداث ببعضها. سمعونا الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، ويلا سوا. ايه يا شباب شوفوا الكور ما احلاه، بس والله في عبء الدخان، شكله في حدا عم يدخن. يا شباب ممنوع التدخين جوا الكور يا شباب. شباب لا تنسونا من لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. اذا عم تشوفني على اليوتيوب واذا عم تشوفني على الفيسبوك لا تنسى متابعة صفحتي، انا عم نزل حلقات السلسلة هاي على الفيسبوك قبل ما نزلها على اليوتيوب. عبقري عند سيلفر كواري، معهم 2 ام 2 2 ال 9 وباللارج، ومعهم ميني نعمل حفلة هناك. طب دقيقة، كم ميني عندنا؟ عندنا اثنين. طب نطلع انتم بميني ونحن بميني ومعنا صواريخ ملاحقة نروح نضربهم. طيب مبدئيا رح يطلع معي مين؟ المجد ولا وسيم؟ انا رح اطلع قائد طيارة. مروفخ روح. بس بالله عليكم شباب والله ممنوع التدخين بالكورة لو سمحتوا، ما حد يدخن، طلعوا شلون عابة يعني ما بصير هيك. يا وسيم شو معنى التدخين؟ حط لي ارما ممنوع التدخين، ليك في ضباب ما بعرف دخان مدخنين الشباب كتير بالكور، ما بصير يا شباب. لا تبعيت الباربيكيو. الباربيكيو مشغلين باربيكيو هون يا شباب، من هيك العبقة. مين عم يشوي؟ الشباب رح اعطيكم لمحة سريعة على الكور بعد ما طورناه طلعوا صار ما احلى شكله. عنا هون اسلحة اسطورية. الاومات كلها هون حاطينها. وهلا ان شاء الله حنجيب اثنين. وهون حاطين الام توات والشاتجنات، هي ما بعرف مين حطها، بس شوفوا شو في عندنا هون. دقيقة شو فيكم بس هيك نظرة سريعة على اللوت الاسطوري. شوفوا صندوق هاد، صندوق هاد، شوف صندوق البوم. طبعا في عندنا هاد صندوق البوم فاضي، في عندنا 270 صاروخ جاهزات مدفونات، لحم فاضي. دقيقة شو فيكم هذا الصندوق الحلو. طلع 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 طلع. لا وين فول بوكس؟ كان عندنا فول بوكس هاي كواليتي بس الشباب شالوا منه، عم جهز لريد كتير كبير فشالوا منه شوي. فوضى بتحشى فيك. ارجوكم هاي شباب فرجوا. شباب عم سجل. أيوة. شباب هي. لا بعطي ابره. لا تعطي ابره. يبو عندنا هون الاسلحه، وين صندوق الاسلحه؟ سندي الاسلحه، هي سندي الاسلحه. طبعا اللاج اسطوري عندنا بالبيت، الاف بي اس عندي كثير نازل عاد ما في تفاصيل واشياء. شوف 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 شوف. يا سلام يا سلام الاسلحه يا سلام. والله شباب قلعتنا يعني مخيفه، مسيطرين على الاكسيفيتر. ولكم ان تتخيلوا. طلعوا الكومبوننتس. مين ايش الميني تبعتهم؟ ايش الميني؟ ايش جاب معه الكرو؟ اول ما يفتحوا الزر اللي ها؟ يلا اول ما يفتحوا بوس على ربع ساعة، ربع ساعة. ربع ساعة متأكد؟ يلا. ربع ساعة بالضبط الصندوق. 15 دقيقة ها؟ حتى لكم معه بايده الكارت. شوفوا اللوت شباب، شوف 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 شوف. اقسم بالله عصابة السلام يعني ما تارك مجال للسلام الا وناشرته. يا لطيف يا لطيف. فتح. طيب يا شباب مثل ما شايفين عم تجينا معلومات استخباراتية انه قوات العدو عصابة السيلفر كويري عم يروحوا هلا على اوير ريج، فناويين نعمل لهم كمين. كيف رح نعمل هذا الكمين يا شباب؟ رح نطلع بطيارتين ميني ومعانا صواريخ ملاحقة للطائرات. هنن بيطيروا من قلب الاوير ريج، رح نلاحقهم بالطيارات نقصفهم ونسرقهم ونضل راجعين على البيت. ان شاء الله تزبط معنا الخطه مثل ما احنا راسمينها وما يصير معنا مشاكل. راح نطلع طيارتين اربع اشخاص ننفذ هي المهمه المستحيله. شباب اللي بده يطلع بالطيارات كله ياخذ فول هيفي اوكي مشان نلبسهم في حال اضطرينا. انا معي واحد. هاتوا مع طلقه، في طلقه ايه وحش. شباب كل واحد صاروخ ملاحق، كل واحد صاروخ ملاحق ومعه اربع صواريخ بقلبه وعده غطس. اللي عم يسوق بس ياخذ معه شيء ياكله مشان يعبي دمه، وياخذ معه الكت الثقيل. مجد خذ معك حديد، مجد خذ معك حديد ومطرقه مشان تصلح في حال لزم الامر اوكي. تمام.
طيب يا شباب رح نطلع ننفذ هاي العملية الأسطورية، وإن شاء الله يا رب تزبط معنا بدون أي مشاكل إن شاء الله. إذا بدكم خدوا معاكم دم 120 أوكي. طبعا هاي القلعة يا شباب، تعالوا ألقي لكم نظرة على القلعة. هاي الإكسفيتر مثل ما شايفين، القلعة مسيطرة على الجو كلها وإضاءات في كل مكان. قلعتنا الأسطورية الأوبن كور كلها صارت فل هاي كواليتي تقريبا، باقي شوي حديد بقلبها بس رح نطورها كلها هاي كواليتي بعد الغزو الأسطورية. وهذا المطار الأسطوري مع إنها تنتين مني ووحدة سكراب. نطلع لهم بالسكراب؟ لا لا صعب صعب، تقيلة 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 صح. طيب اللي عم يتجسس، اللي عم يتجسس شباب يضل عم يتجسس بس. أنا عيرنا وقت، عيرنا منبه. خلص عيرنا منبه شباب، هن فتحوا الكارت الأحمر، بعد 15 دقيقة رح ياخذوا اللوت، نحن بعد 14 دقيقة رح ننطلق لعندهم بالطيارات إن شاء الله. نايس يا شباب نايس. طبعا هون في لوت كمان، هون في لوت، هون في لوت كمان. شوف يا شباب اللوت، شوف 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 مليان لوت. وين ما فتحت خليهم مثل ما كانوا هن ينصبونا كمائن شباب، هالمرة دورنا نصب الكمائن. اوكي يلا شباب، تجهيزات اسطوريه للعمليه النوعيه، راح يكون الليل والله. يلا يا شباب ننتظر الوقت المناسب للضربه ونطلع نضرب ان شاء الله. يلا على العمليه النوعيه. هاي 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 هاي، لازم نروح نحوم هون، لازم نروح نحوم هون. اجتهم الطياره عم يوقعوها. يا علوتر راح يجيبوا لنا يا شباب، يا سلام سلم. لازم نروح نحوم هون، طلعوا وين هون، هون محل نطر حمراء عشان ما يشوفونا. شباب عم ينزل الطيارة، عم ينزل الطيارة. يا رب يا رب يا رب باللوت يا رب. ايش باقي وقت يا فينيكس؟ 4 دقائق. يلا اقلع 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 اخوي عامر اقلع. يب شباب مثل ما شايفين الطيارات هون بالجو عم نستناهن. علي علي مشان طيارة الهيلي الاتاكلي ما تضربك، علي على الاخر. يا الله لما رح يطيروا هلا ورح يلاقونا بالجو معلم عم نسلخهم. الله اكبر. تعال جنبي اذا بدك، تعال جنبي. بدهم يمروا من عندي هنا اجباري. خلص مسكت المكان. ها جهجهت دخيل الله. لكوا على الحظ، عن جد على الحظ. ما راح نشوف الهلي. قربوا لعندي، قربوا لعندي، بس قربوا لعندي. ليكو ليكو طلعوا 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 شباب، طلعوا 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 جاهز عليكم. واحد يلا بس قدامك مجد قدامك. يلا واحد يلا افتح الصاروخ، افتح الصاروخ يلا. يلا شباب يلا اري 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 اضربها. لا نحن لا هدول الشباب. شيل شيل ايدك شيل ايدك شيل ايدك. نعم صدعكم. وين جاي من الاوير ريج؟ انتو شلون جيتوا من الاوير ريج؟ تحت 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 تحت. يلا يلا افتح عليهم افتح عليهم. ليكم 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 ليكم. كفو شباب دقونا اول صاروخ. ثاني. لا. يلا يلا امسكهم امسكهم. بنزلوا بدنا ينزلوا بالماي، بدنا ينزلوا بالماي. مرام مرام مرام. اوعى تكون ضربت الشباب، اوعى تكون ضربت الشباب. لا 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 لا. اوعى تكون ضربت الشباب. ايه امسك امسك عليهم امسك عليهم امسك عليهم. ايوه. عبي عبي أكلوها؟ أوه أكلوها. واحد تاني يلا واحد تاني واحد تاني. نزلوا البحر كأنهم ماتوا 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 ماتوا. يلا يلا غواصين نط مجد. واحد منهم ميت بالمي والتاني يمكن عم يغوص. إيزي عملية والله، إيزي عملية. إيزي. شو اسمه شو اسمه شو اسمه؟ دوروا على M2 شباب. M2 أوم عندي ماشي. AK 1 2 3. حلو وين نزل الثاني؟ ليكو ليكو في في عندي شنطة، في عندي شنطة شباب، في تحتي شنطة. جاي لا انت انا جاي. لا شنطة شنطة، في عندي شنطة.
جاي جاي انا عم دور على الجسد الثاني ويصب في الشط واحد اثنين عم شب بالشط وبجد هو اكشن ده شفته شو قلبه دايا بس سي 4 ام 2 يمكن عطى لوتر فيه شيلوني تعال شيلك شيل الشنطة شلتها طلع مجد شيلني كمان شوي بس يسعدينا نايس والله نايس عمليات لك نايس هاي العيون الشباب كفو عيون متابعين يا ويلات و ام 2 شباب والله نايس يعطيكم العافية يا شباب كانت عملية نوعية خطيرة جدا بصراحة استمتعنا وشلحناهم 2M2 قناصات وفول جيرات وايكيات وكل لوت الاويل ريك كفو عليكم طيب يا شباب جاي الجساس على جماعة السيلف ركويري بيتهم كلها صارت حديد مثل ما شايفين طوروه على الآخر وعملوا هاد شو هاد فول توريتات شباب طلعوا كله هاي كواليتي معقول لكم مستودع والله شكله مستودع يا شباب والله اي والله يا اونلاين قدامي راح على بيته الثاني طبعا شباب هدول الناس عندهم هي القلعه عندهم هنيك قلعه صارت 2 وعندهم هنيك قلعه 3 وعندهم هنيك قلعه 4 قلاع بدنا نريد لهم اياهم بس هي الاساسيه هي لازم اضربها شافني لا ما شافني طيب يا شباب هاي هي الجزيرة اخذينك لانات زيرك هاي هي رح نضربها تمام رح اعمل هلا حركة سريعة بالطيارة مشان تشوفوا كم قلعة بقلبها مشان تعرفوا التضاريس اللي رح ندخل عليها بالعملية الكبيرة هذا السيلفر كويري هونيك في عندهم قلعة هونيك في عندهم قلعة تانية كبيرة كتير هاي قلعة الام هون في عندهم قلعة صغيرة هون في عندهم قلعة كبيرة بس ما هي قلعة الام دي شوي وهون في عندهم طلعوا اشياء وقلاع ودنيا وهون في عندهم قلعتين تكفير وهون في عندهم قلعة شايفين فنحن راح ندخلهم يا شباب لما راح ندخل شايفين هذا الميناء البحري اللي هن بانينه هون من هون راح ندخل ان شاء الله صديقنا ابو بكر اجا وعمل بيت للتجسس هون ما بقلبوا شيء بس هيك وقاعد عم يتجسس عليهم عم يرصدهم 24 ساعه عم يحاول يعرف لنا وين تحركاتهم وين عم يطلعوا وين عم يدخلوا وين اكثر مناطق عم يكونوا متواجدين فيها ايه يا ابو بكر شو طلع هيك شوفينا يا ابو بكر شو عملت اوه افتل شوي على اليسار اقولك اونلاين على السطوح مقفك تعال نطير وحدة تاني نزرعة باعوا
باعوا هنين؟ شو باعوا يا واحد زلمة؟ في واحد تحت عم يدور علينا. انسى انسى، هات تعطيني طيار الدرون الثاني ازرع مني هداني. كفو التجسس شباب، شوف التجسس، هذا قاعد بالبوكسر عم يتجسس بعد عم. هاي درون ثانية، في واحد مكان طلعنا منه كان في واحد عم يرتب. شايفين شباب هذا البيت السري وين بنيناه هون، بيت تجسسي. نايس والله يا العمليات. ايه والله عم يلفلف يخرب دياره. ما تحرك الدرون. بعيد ما راح يسمع يا اخي. صاحين كتير. عم يدور سالو سالو. اجيني وينو؟ لكك قدام ديا. انا معلي كتير الدرون مشان ما يهيه، ما يحس عليها. شو الكبسة اللي بتعمل فيها جوم؟ نفسها كبسة الـ FOV. راح من هناك على الأغلب، ما عاد حسن لطب الدرون. هون كان داني هون عنده هون في حجرات. يا بلشنا نشلون انه نحن نريدون. العشد مفك على السطوح هذاك روك. والله هي معلم تجسسية خطيرة هاي. وحدة تنتين ثلاثة أربعة عندهم ستة سام على السطوح، ما تحلموا تضربون رشقة قبل ما تطفون. على فكرة التوريتات على السطوح مطفية، ملاحظين؟ هاي لا هي مين حركة؟ يا سلام. حاسك انا ويا الريك تبعيتنا. ولحد هون عزيزي المشاهد بنكون عملنا اللي علينا وخططنا بشكل كتير حلو. رح نروح هلا ان شاء الله كرمال نطالع الصواريخ من المخابئ السرية، لأنه نحن مخبيين صواريخنا كلها بستاشات يا شباب بالصحراء. بعد ما تجسسنا عليهم لفترة كتير طويلة وعرفنا ايمت بيكون عددهم 20، ايمت بيكون عددهم 10، وايمت بيكون عددهم 2، رح نختار التوقيت المناسب ورح نهجم عليهم ونضربهم بيد من حديد. هي العملية هي عملية مصيرية بالنسبة لنا، يا منفوز يا منفوز، ما في مجال ابدا للتراجع او الاستسلام. اذا انت عم تشوف هاي الحلقة ومانك شايف السلسلة من البداية، بنصحك عزيزي المشاهد انك تروح تشوفها من البداية كرمال تعرف مين هدول جماعة السيلفر كويري وليش عم ننتقم منهم بالحلقة الاخيرة بهي السلسلة. واذا مانك متذكر تعال نذكرك. ايزي حاول نقتلهم انا عندي التي سي جابوا يا زلمة. بسرعة اطلع اضربوا عند التي سي. يلا حطوا سلم. سطوح. واو انتبه في واحد عبقري. العب سكر الباب. وهون انتشرنا بالخريطة ونشرنا الجواسيس وبدأنا بعملية بحث شاملة. بدنا نعرف طيارة السكراب تبعيتنا وين هبطت. والحمد لله رب العالمين يا شباب، روني وداني كشفوا وين هبطت طيارة السكراب. هبطت بالسيلفر كويري، وفعلا مثل ما حكى داني هدول جماعة السيلفر كويري. وأنا بقلكن أنه من هون بلشت معركة كتير كبيرة بيننا وبين جماعة السيلفر كويري. ما رح يتركون بحالهم مثل ما قلت لكم، ولو كان آخر يوم بالوايب رح ننتقم، يعني رح ننتقم، وهذا وعد مني. وأنا نصار بن عريبي. في ناس تدفع حسابك فيه والايام جاي. لك ايه هي بيتهم؟ هاي بيتهم هاي. لك بيتهم بايخ يا شباب، عيجر نشيلهم شيلة رجل واحد.
ليك يا الله نوب. طيب يا شباب تعالوا لننكش الستاشات اللي مخبينا تحت الارض. طبعا نحن حاطين كل العدة المهمة اللي عندنا بستاشات وطامرينا تحت الارض كرمال لا سمح الله اذا صار علينا ريد وانسرقنا ما يروحوا الصواريخ او السيفورات اللي عندنا عدد هائل يا شباب. راح نهجم عليهم بما يقارب 500 صاروخ. نعم يا شباب 500 صاروخ. راح نحول قلعته الاساسية لفتات تام. وخلال مراقبتنا يا شباب اكتشفنا انه اللود كله موجود بالقلعة الاساسية، ففعليا نحن بس هاجمنا القلعة الاساسية وقضينا عليها راح نكون قضينا على كل القلاع الثانية لانه هي الريان الاساسي والقلب النابض الون. رح ننفذ خطتنا تحت جنح الظلام يا شباب. رح نهجم عليهم هجمة اسطورية سريعة جدا ورح نعتمد على الكثافة النيرانية. ما رح نهدي الصواريخ لحد ما نفتح الكور. يب يا شباب والله الحماس مليون وانا متحمس كتير لروح اخذ بالانتقام، انتقام اللي رح ناخده من الظلم اللي تعرضنا له من بداية هي السلسلة. فاليوم يومنا ورح نروح ونزرع السلام في كل مكان وننشر الزهور ونخلي قلعة عالية واطية. طيب يا شباب مثل ما شايفين جايين نحن هلا على محجر الكبريت او عصابه الاشرار بالسيلفر كويري حتى نمشط لهم بيسون تمشيط بالروكتات. جايبين كلاتنا امتوات مثل ما شايفين، الشباب كله مستعده ومتحمس كتير لهالعمليه الاسطوريه. راح نوقف البحر ونشتغل تركيت. مجهزين معنا 54 سي 4 بس حسنا نضرب القلعه بشكل جيد راح نقتهم عليهم بشكل بري ونمسحهم مسح بالسيفورات. شباب راح نريدهم فاونديشن. اوكي جاهزين يا شباب؟ قول والله. كفو 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 كفو. صبر شباب يلا ها قربنا، ها هي القلعة أمامنا. يا سلام يا سلام يا سلام، شو رح نعمل فيهم هلأ يا سلام. وصلنا 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 وصلنا. هاي ها 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 لك أنا لفة يا زلمة. الهجوم والهجوم فقط، ما في مجال. يا من موت يا من ريدون. ما في انسحاب شباب. يلا بس ما بدي تضرب السفينة. ضربت السفينة أوكي شباب. افتح لكم هيك، افتح لكم هيك ضول، ما في داعي. يلا جاهزين؟ يلا 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 يلا. تابعوني يا عم نجيب كل لود. ضرب سي فور على الحائط. يلا الشباب راح نركت من السفينة. يلا يلا افتح له افتح له ضو افتح له ضو السفينة. حلو يلا بلش الروكتات. الله اكبر اخوي عامر العب يا كبير. الله اكبر على ايدك على ايدك يا بطل. يا سلام من الركتات. اكتبونا على الشات اكتبونا بلشت بلشنا. الله اكبر الله اكبر عليهم يا ولد عليهم. افتحوا القلعة بكل ما اوتيتم من قوة. ايوة الله اكبر سوينا الليل الصبح. الله عب أبوي الله أكبر النصر لنا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. سنتر 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 يا شباب عم تنزل بالارض الروكتات عم تنزل بالارض. علي ايدك هو القلعة بشي خمسة اصابع ضروب.
فويد ادخل مع 10 سي 4 هول مع 10 سي 4 فقط فويد يلا ايه علي 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 ايوه هذا الصح او فتحت 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 الاوبن كور فتحت يلا يلا كمل 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 بالسيفورات يلا يلا اقتحام بري اقتحام بري شباب خلاص وقف الصواريخ اصلا خلصنا صواريخ خلصنا ستوبروكيتات ستوبروكيتات اقتحام بري وهي هاي 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 عليهم يا ولد عليهم عليهم يلا انتقامنا شباب انتقامنا ليكو تجري الرياح كما تجري سفينتنا نحن الرياح ونحن البحر والسفن إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها تجري الرياح كما رادت لها السفن افتح الحياة وادخل شبك السيفورات مين معه سيفور يرمي قدامي قدامي الانمي قدامي بس ما بس يمشي له بعيد كتير راح قفرك فويد طلع الكور يلا اوكي وين هذا الواطي في حدا جوا ممكن مقفر لوتك انا لا مقفر كل اللوت انا ما راح يسني يقرب هو الواطي اكل اكلات الام كثير اكلات بالام انتبه بس انتبه هو ورا التي سي هذيك ها على 210 يلا كملوا ادخلوا ادخلوا على الكور اوه فتحت القلعه كلها يلا شباب مقفركم بالام بالام انا في تورنتات تورنتات انا بلعت انا بلعت انا بلعت انا راح شوف من وين بلعني وشيله ديد الانمي ديد ديد فول ديد فول ديد روحوا لو تو روحوا لو تو راح يجي ياخذ دوتو شباب شباب على 170 لو تو قبل كل شيء الباترون لكم على 170 قدامه لو تو تعال على 170 امشي على الاس عارف الاس امشي قدامك على اليمين شوي لو تو مشان ما يجي يلا باترون انا مقفرك لو تو ايوه ايوه يلا فوتوا شباب فوتوا انا مقفركم فتح الكور فتحت الورك بنش بيطفوا على الارض بيطفوا على الارض دقيقة كان دقيقة دقيقة كان دقيقة دقيقة أنا معي طلق متفجر بشيل بشيل فيه التورتات وين وين التورت وين التورت تحت وين تحت وين أوكي 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 بعد 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 هلا هلا دقيقة وهلا يلا
دخول جرب الترون دخول. وينه؟ وين الترت اللي هون؟ هذا مطفي مطفي مطفي. سلالم، حدا معه سلالم؟ اوه فتحت القلعة. يلا 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 شباب هجوم. حط سلم، حط سلم، طلعنا. دقيقة من وين؟ اوكي شفته شفته. يلا ها تقفرونا شباب، قفرونا بطاقم مسجل راح شيله. قفر قفر. عم شيل التورت انا. اوه يا اللوت، اوه يا اللوت يا اللوت يا اللوت. اوه اشتغلوا اشتغلوا اللي فوقي. شيلني شيلني، امسكني. مين مين هون؟ مين هون؟ شغل التورتات. انا بقلبي كور. مسكني فينيكس، مسكني التورتات اللي فوقنا كلها اشتغلت، ما بعرف شلون. لما تشيل التورت بيشتغل. اه ياب 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 ياب، راح نشيلهم كلهم اصبح لهدول اللي هون. بس قفرنا ما يجي هداك الواطي. دقيقة 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 بلا جرب. رجعوا شباب، خلاص زتت سي فوراي على الترت. يا الله الترتات عم تشتغل. ياب ياب عم يشيلها عم يشيلها، دقيقة عم يشيلها. لازم طار هذا، شوفوا طار. ياب طار طار طار. اللي جوا ضل اللي جوا. ده ايش الكونيا زبطوا اموركم. شفته شفته شفته. لا اشتغلوا اللي جوا. بس طار التورت هذا ان شاء الله على البوابه. اشتغل واحد غيره بس. يا اخي في بطاريه جوا، اذا بتشيلوها خالص ما فينا شيء. وينك؟ ترجع ترجع اشيل البطاريه اللي جنبك. طار الطيب. مين مين مين؟ اضرب هذا جراج دور دمه. لا 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 لا، ورا التوريت، ورا التوريت حرام. ليك الكور مفتوح. بطارية. اوكي وين في توريتات؟ اوه ملجوم، مليان توريتات. اذا نفوت من نعلق هذا هلا ليك التوريتات كلها مطفيه. اوه فتحنا الكور. ادخلوا ادخلوا الكور تحتنا. خلونا ناخذ قبر نفتح السقف هذا التحتاني. وين مين وين في دمج؟ وين في دمج؟ اوه يا اللوت يا اللوت يا اللوت يا اللوت يا اللوت يا اللوت. فتحوا فتحوا التوريتات، فتحوا اشتغلوا شباب. سيفورات سيفورات على الارض اللي تحتي، تحت التي سي. لانه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. مين عم يبلع؟ فتح فتح الكور، انزلوا ليكو ليكو تحت. مات بلع بلع. وي 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 تي سي، وين تي سي؟ تي سي تبعهم هون كان. ياب هذا التي سي بعد 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 هذا التي سي ليكو بتذكروا انا. واحد اثنين. مين معه مين معه روك... شباب مين معه اشياء يفجر؟ صح صح. بس 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 طارتي سي طارتي سي. اجونا ليك اللوت كله هون. ديسباون شباب ديسباون، ما بدنا لوت. بده يدخل علينا حدا معه سلم. اي سلم حط لنا سلم برا نطلع عليه. هاي دم 120 دم 120. امسكوا امسكوا دم 120. امسكوا امسكوا انتوا الجوز. اشربوا دم 120. يلا تم الانتقام شباب، تم الانتقام. دس بالديسباون كله ديسباون، جاست ديسباون شباب. ما تعملوا شيء، ما بدنا لوت. تمام. اوه الاسلحه. يلا يلا دس بكل شيء. انا راح دس بالمثل في سيلفر فوق بس. برو يور سو اس مان، انت مش ضربه. از دان از دان از دان. مو ثانيين والله.
ليل يا ليل. حلو حلو. وين اللوت؟ اونلاين 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 في جراجات دور فتحت. دسمن دسمن يلا يا ولد يلا الانتقام شباب. دعسناهم دعس. One, two, three. يليل يليل. نايس نايس. شباب تم دعس جماعة السيلفر كويري بنجاح ودسبنت لوتهم بشكل كامل بشكل كامل. قلعتهم تحت أقدامنا. تم الانتقام ولله الحمد. جي جي والله جي جي. كفو الشباب. هجوم ليلي اسطوري. شو هذا يا وسيم؟ شو هذا يا وسيم؟ يا ليل الاحتفال. ستوب ستوب. تمام تمام. ستوب 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 ستوب. كمان حاج حاج. جي جي يا شباب يعطيكم العافية جميعا. كان ريد اسطوري كان ريد اسطوري. طيب يا شباب مثل ما شايفين دخلنا بالتاك بوت مثل الوحوش وريدنا جماعة السيلفر كويري ريد أسطوري يا شباب. كبينا له اللوتهم بشكل كامل مشان نشوفين انه احنا ما بحاجة اللوت. نحن بس جايين كرمال نعلم عليكم ندعس عليكم. اللي ما بيعرف عصابة السيلفر كويري يرجع لأول حلقات بهي السلسلة رح يشوف كيف هجموا علينا يا شباب. ما كان عندنا إلا بيت يا شباب ستون بسيط جدا هجموا علينا وكنا أوفلاين بالكاد. فتحنا وبلشنا ندافع عن حالنا بس للأسف كانوا هن عندهم صواريخ متعلمين الصواريخ بهذا الوايب. هجموا علينا وقتلونا واخذنا على حالنا عهد ما بنطلع برا الوايب الا ندعس عليهم ونهينهم. وفعلا مثل ما شايفين جينا عليهم دسبنانوا اللوت بشكل كامل. حاطين عده الاحتفالات بدنا نحتفل بقلعه العدو. وبعد ما نخلص الاحتفالات هون يا شباب راح نروح على قلعتنا ونعمل هون احتفالات ما صارت وننهي السلسله مع بعضنا. سلسله كانت مليئه بالمغامرات مليئه بالجلد. عصابه السلام نشرت السلام في كل مكان وزرعنا الزهور يا شباب مثل ما شايفين حتى عند الاشرار الاوغاد جماعه السيلفر كويري. نايس يعطيكم العافيه جميعا. اوه يا شباب ولعت ولعت. الله اكبر. يا ليل يا ليل يا ليل. اوه ماريو زي السماء. الله اكبر. طيب يا شباب جاء الموعد المنتظر مثل ما شايفين الحمد لله رب العالمين. نحن مسيطرين بشكل كامل وشامل على الاكسيفيتر. الاكسيفيتر كلها شباب مسورة من عالداير وكلها عليها اضاءات مثل ما شايفين وتوريتات وصواريخ سام حاميتها بشكل كامل. ومحطة المترو هاي اللي شايفين قدامكم يا شباب مسكرين بالسيارات وهديك قلعتنا الاسطورية مسيطرة على الاكسيفيتر. بصراحة كانت سلسلة قوية جدا. كان فيها فايتات رهيبة وكان فيها كمية لوت مو طبيعية. نحن بسيرفر اوفيشال عاملين هذا الشيء. متخيلين انتو سيرفر اوفيشال كتير صعب كتير كتير صعب. سيرفر فيس بانش يعني هذا السيرفر هي مسايته اللعبة نفسها. فيا شباب رح نبلش هلا معكم احتفاليات الأسطورية بنهاية هاي السلسلة على خير. شكرا لكم على دعم السلسلة. وإذا حابب تشوف سلسلات قادمة قوية مثل هاي السلسلة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس مشان توصلك حلقات السلسلة القادمة أول بأول. أنا بشكر كل حدا تابع السلسلة بشكر كل حدا شارك معي بهي السلسلة أعضاء عصابة السلام فردا فردا وكل حدا ساهم بإنجاح هاي السلسلة. شكرا جزيلا لكم ويلا سوا نحتفل. شغلوا يا شباب.
هذيك هي شباب القادة راح تنبع من الاحتفالات. ألعب بلشت. يا سلام يا سلام، يا ليل يا ليل. ألعب فريق MR. واو يا نايس والله يا نايس. الدروب ينزل يعني. مثل ما بنعرف يا شباب انه لكل بداية نهاية، وهيك بنكون وصلنا لنهاية هاي الحلقة ونهاية هاي السلسلة. بتمنى تكون هالمغامرات عجبتكم ونالت رضاكم. الحمد لله رب العالمين، الله مكننا من جماعة السلفر كويري لانه نعلموا علينا ببداية السلسلة، ورحنا ضربنا قلعتهم ونهبناها نهب يا شباب، وكبينا اللوت قدام عيونهم، ريدناهم اونلاين ريد وكسرنا راسهم. وبهيك يا شباب بنكون فزنا بهذا الوايب وسيطرنا على السيرفر بشكل كامل. بطل في اي قلعة كبيرة ممكن تهدد وجودنا او حتى تكون محرزة. فلهيك نكون وصلنا لنهاية السلسلة هاي. عزيزي المشاهد، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس وعمل لي متابعة على الفيسبوك كرمال توصلك حلقات السلسلة الأسطورية القادمة أول بأول. مخبي لكم أشياء كتير حلوة، مفاجآت رهيبة. إلى هنا كان معكم مستر عبقري، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. سلام.